بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم سمسم في بي. النهاردة هنتكلم ازاي نعمل تطبيق للهواتف الذكية والآيفون عن طريق استخدام موقع أب ميكر. الموقع ده ما بيحتاجش أي خلفية في البرمجة ولا استخدام لغات برمجة. موقع سهل جدا في الاستخدام، بيحتاج بس تسجيل دخول عن طريق إما حسابك في الفيسبوك أو تويتر أو جوجل بلس أو حسابك في الياهو. وموقع بسيط جدا وبيعمل التطبيق في أقل وقت ممكن وبدون استخدام أي لغة برمجة أو أي خلفية مسبقة في البرمجة، زي ما نشوف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتح المتصفح بتاعنا ونكتب أب ميكر. هي دي الصفحة الافتتاحية اللي بتيجي للموقع. أنا هعمل لوجن وإديت. وهختار اللغة العربية هختار اللغة العربية نلاحظ ان هي دي الشاشة الافتتاحية اللي بتظهر عندنا، وبيتيح لك الدخول لحسابك او التسجيل عن طريق اما حساب جوجل بلس او فيسبوك او تويتر او الياهو. انا هستخدم حساب الفيسبوك. هيطلع لنا شاشة اللوجن. انا مش هستخدم الشاشة بتاعت الموقع اللي بتطلع، لا انا هعمل ايه، انا هم جاي فاتح نافذة جديدة في المتصفح وهو ايه، واكتب فيها فيسبوك واخش لحسابي عادي خالص. ده بس زيادة للتأمين يعني، عشان بس ما حاجة ما تحصلش يعني، زي ما بخش الفيسبوك بتاعي عادي خالص. واعمل كيب مي لوجن لوجد ان بحيث ان انا افضل موجود في الموقع وكده، واعمل لوجن عادي خالص زي ما بخش لحسابي بالطريقة العادية خالص يعني. واسيب الفيسبوك طالما دخل خلاص اهوت. اسيب الفيسبوك واجي هنا اعمل لوجن تسجيل دخول باستخدام حساب الفيسبوك. هلاقي انه دخل لي على الحساب وسجل عادي خالص. هنا دخل وجاب لي لوحة التحكم لان انا عملت تسجيل. هو هيطلب منك ان انت تدخل الاسم المستخدم بتاعك. انا هنا عشان انا سجلته فهو دخل لي على الحساب بتاعه على طول يعني. دلوقتي انا هعمل انشاء تطبيق جديد. هنا بيقول لك اعطاء اسم للتطبيق الجديد، هنقول مثلا Hello and welcome to the machine. My name is Jade and I'm here to help you with building your new mobile app. The first step here is to come up with a name for your app and let us know how we can reach you. هنسميه مثلا ماي فيرست اب. وهنا بنلاقي في الفيديو المساعد اللي هو بيشرح لك الطريقه. هنا مثلا بيطلب منك بيانات في كل خانه، لو مسجلها مظبوط بيجيب لك تحتها اوكي، لو في غلط بتطلع بالاحمر بحيث ان انت تعدلها. والاسم مثلا بتكتب الاسم بتاعك وبتكتب الايميل بتاعك. بتختار هنا نوع التطبيق، هل هو متعدد الاستعمالات او كده. انا بسيبه زي ما هو متعدد الاستعمالات عشان انا ما عملتش النموذج ده بالعربي بالانجليزي، فمش فاهم الثلاث كلمات اللي تحت دول ايه يعني، هو ما بيبانش في الانجليزي يعني، فانا مش عارفهم بالعربي يعني ايه فرق ومدرسة والحاجات دي يعني. بس انا بخليه متعدد الاستعمالات زي ما هو. وبعد كده بكتب مثلا الويب سايت يو ار ال، اكتب مثلا عمرو خالد دوت نت. ده اللي هو الويب سايت بتاع الدكتور عمرو خالد. عمرو خالد تمام كده. وعشان نتأكد برضو نجيب الحساب بتاع الدكتور عمرو خالد. الموقع الرسمي بتاع الدكتور عمرو خالد اللي هو عليه الحسابات بتاعته كلها رسمية عشان نستخدمها في البرنامج. ادي حساب الدكتور عمرو خالد اللي هو الصفحة الرسمية بتاعته. عندنا حساب الفيسبوك بتاع الدكتور عمرو خالد، وعندنا اليوتيوب،
وعندنا التويتر وعندنا جوجل بلس. هناخد مثلا حساب التويتر، ما بتكتبش في حسابات التويتر وال اليوتيوب والحاجات دي، ما بتكتبش الموقع كامل، انت بتاخد الاسم بس اللي هو في الاخر اللي هو عمرو خالد. فهناخده كوبي ونروح على اب ميكر ونكتب في التويتر اليوزر نيم عمرو خالد ونقفل ديت، ونفتح اليوتيوب حساب الاكونت بتاعه عمرو خالد برضو، ناخدها كوبي ونروح على اليوتيوب شانل ونكتب عمرو خالد. وفي حاجة ناقصة عندنا هي بس ما عرفتش اسجلها، اللي هو البلوج او ال ار اس اس يو ار ال، اللي هو التغذية المرجعية، اللي هو ال ار اس اس الفيدباك. لو في فيدباك مثلا، لو في ار اس اس مثلا عندنا، بنحط الرابط بتاعه بيجيبه لنا. وبعدين نقول مثلا الخطوة التالية، نضغط الخطوة التالية. لو مش عايزين نسجل الحاجات دي في الاول، ممكن نقول له ابدأ التطبيق فارغ ونسجل فيه بعد كده. بس انا هنا ببدأها على طول كده، بسجل اليو ار ال بتاع الدكتور عمرو خالد والتويتر والحساب اليوتيوب، ولو في ار اس اس مثلا بسجله كده يعني. هنا لو سبتها، لو علمت عليها مثلا، دخلت بيجيب لك ال HTTP ويسيبها، لو سبتها فاضية هتلاقي علم على بالاحمر، مش هيرضى ان هو يخش يكمل الا لما دي تبقى زرقاء زي دولت، يبقى كله ازرق يعني اوكي كده، مش هيرضى يكمل معاك لو قلت له الخطوة التالية. فنعمل ايه؟ تقوم جاي معلم عليها كده، لو ما عندكش ار اس اس عايز تسجله تعمل ديليت، يرجعها للايه الديفولت بتاعها بلوج ار اس اس يو ار ال. كده انت شغال تمام. هتعمل الخطوة التالية، هنا بيقول لك جاري انشاء التطبيق الخاص بيك اللي هو ماي فيرست ابلكيشن. تمام كده، جاب لك الشاشة بتاعت الايه الايفون، وقال لك تم حفظ التطبيق، وهنا معاينة حية لو عايز تشوف اللي انت عملته. وهنا جاب لك الثلاث حاجات اللي انت عملتهم، اللي هو الويب سايت والتويتر والفيديو. تمام كده، هنا عايز تعمل معاينة حية، بتعمل معاينة حية. هنا بدأ يحملك التطبيق اهوت، تضغط مثلا، لو ضغطت على الويب سايت فتح لك الموقع بتاع الدكتور عمرو خالد على النت. يبقى احنا كده شغلنا مظبوط. بتوقف لو عايز ترجع تعمل ايه، بتضغط في اي حتة فاضية وتضغط على الزرار بتاع باك سبيس، اللي هو اللي بيمسح للخلف، مش ديليت، الزرار اللي هو اللي عليه علامة سهم باك سبيس، تضغط عليها يعمل لك باك. لو ضغطت على تويتر يجيب لك حسابه في تويتر زي ما احنا شايفين. ادي التغريدات بتاع الدكتور عمرو خالد على حسابه على تويتر. او مثلا بدل ما نضغط في اي حتة ونعمل الزرار بتاع باك سبيس، ممكن نضغط على هوم يجيب لنا الشاشة الايه الافتتاحية تاني. لو ضغطت على اليوتيوب بيجيب لي حساب الدكتور عمرو خالد على اليوتيوب زي ما احنا شايفين، وهكذا. اضغط على هوم وارجع تاني للشاشة الافتتاحية. طب انا في مثلا الدكتور عمرو ليه مثلا ايه حسابات تانية على على الانترنت، زي ايه؟ زي حسابه على الفيسبوك، وزي حسابه على وزي المنتدى بتاع الدكتور عمرو خالد اللي هو المنتدى الرسمي والحساب الرسمي على الفيسبوك. اسجلهم ازاي؟ بضغط على ويب سايت، بقفل ال قصدي بقفل بضغط على علامة الاكس اللي بتاعت المعاينة، وارجع تاني للايه لشاشة التصميم. بضغط على الويب سايت، هنا بيجيب لك شاشة بتاعت جمع احصائيات تبع الموقع وبتاع، عادي لو عايز تجاوب عليها او كده او تصغرها يعني. يعني ممكن تقول الموقع كويس، الموقع انا شايفه كويس يعني، عادي يعني مش قضية.
عشان تشيل بس الشاشة دي تاني كده. دلوقتي انت بتضغط على الويب سايت، بيجيب لك هنا الايه المواقع اللي انت عايز تربطها بالتطبيق بتاعك. لو عايز تشوف فيديو مساعدة بتضغط هنا، لو عايز تسجل السايتات اللي انت عايز تسجلها بتسجلها تحت. يعني انا مثلا سجلت اللي هو http://عمرو خالد دوت نت اللي هو الموقع الرئيسي بتاع الدكتور عمرو خالد. طب انا عايز اسجل المنتدى بتاع الدكتور عمرو خالد، اسجله ازاي؟ هاجي هنا انا فاتح الموقع الرسمي بتاع الدكتور عمرو خالد، افتح المنتدى، هاخد الرابط دوت اللي هو فوريوم عمرو خالد دوت نت واقول له كوبي، واجي على الاب ميكر واجي هنا اقول له عنوان الموقع فوريوم عمرو خالد دوت نت، عنوان الموقع هسميه منتدى دكتور عمرو خالد، منتدى دكتور عمرو خالد، واقول له سيف. شوف هنا لو انا فتحت لو عملت معاينة وفتحت الويب سايت هلاقي ان انا عندي منتدى دكتور عمرو خالد وايه وعمرو خالد دوت نت اللي هو السايت الرئيسي. طيب انا هقفل المعاينة، لو ضغطت على المنتدى طيب احنا نخليها طيب احنا نعدلها نخليها الاتنين زي بعض، بلاش الاسم اللي هو العربي عشان جايز مش متعرف عليه وكده، ونعمل معاينة، نفتح الويب سايت هنلاقي جاب لي هنا ال HTTP عمرو خالد دوت نت اللي هو الموقع الرسمي والفوريوم المنتدى بتاع الدكتور عمرو خالد. لو ضغطنا على موقع عمرو خالد جاب لنا الموقع باك سبيس، رجع للقائمة نضغط على المنتديات، تبقى يبقى تمام. يبقى احنا ناخد الرابط كله بتاع المنتدى اللي هو من اول ال http فوريوم دوت عمرو خالد دوت نت باك سلاش فوريوم دوت php، ناخد الرابط كله كوبي ونحطه في ال بتاع ده في الرابط زي ما احنا شايفين. حمل المنتدى اهوت بتاع دكتور عمرو خالد، يعني عايزين مثلا نضيف رابط كمان عايزين نضيف رابط كمان هنضيف مثلا الصفحة بتاعت الايه الفيسبوك بتاع الدكتور عمرو خالد. الفيسبوك فيسبوك ايات، هناخد الرابط ده كله
ونيجي هنا نضيف عنوان الرابط. ونقول له سيف. نقول له معاينة حية. هنجيب هنا الويب سايت. عندنا هنا الموقع بتاع الدكتور عمرو خالد، المنتدى بتاع الدكتور عمرو خالد، وهنا صفحة الفيسبوك بتاعة الدكتور عمرو خالد. هنضغط على الفيسبوك. طيب انا مش عارف، هو مش بيجيب صفحة الفيسبوك كده، يمكن عشان رابط في HTTPS فمش عارف. المهم طيب مثلا نجرب هنا، بنلاقي نقفل المعاينة. هنا بنلاقي كل الوظائف اللي ممكن نضيفها للتطبيق بتاعنا، هنا موجودة هي على الشمال، في مقسمة في مجموعات. هنا وظائف مشتركة، مواقع إلكترونية، ممكن أضيف مواقع، ممكن أضيف RSS اللي هي تغذية مرجعية من مواقع إخبارية، ممكن أضيف صور، ممكن أضيف فيديوهات من اليوتيوب، جهات اتصال، ممكن أضيف بوصلة، تقويم، صفحة HTML، نماذج، وثائق، دردشة، زي ما أنا عايز. وفيه بقية الأقسام تحت ديت، وكل قسم فيه التطبيق التطبيقات اللي فيه. طب أنا هاخد مثلا صفحة HTML. ممكن ان انا اعمل صفحة HTML اصممها بحيث انها تتعرض في التطبيق. ممكن احط بقى زي ما انا عايز، يعني ممكن مثلا ايه اصمم صفحة احط فيها صور، فيديوهات، احط فيها مقالة زي ما انا عايز، اعملها مثلا صفحة افتتاحية للتطبيق بتاعي. يعني اكتب مثلا اول مثلا صفحة الدكتور عمرو خالد على الفيسبوك، واجي هنا مثلا احط الرابط. تايتل اللي قصدي الرابط هنا فوق. انسرت. اقول له هنا في التايتل صفحة الدكتور عمرو خالد، اقول له ابديت. كده لو وقفت على الرابط دوت هيفتح لي صفحة الفيسبوك. وممكن بقى اكتب مثلا كلام، يعني انا ممكن اعمل صفحة عادية مثلا زي مقالة عادية، زي مقالة مدونة او مقالة موقع افتتاحية، اكتب فيها مثلا نبذة عن الدكتور عمرو خالد واحط الصورة مثلا، واحط مثلا الروابط بتاعت المواقع الرسمية بتاعته كلها، اللي هي الموقع بتاعه على الانترنت، وصفحة المنتدى، والفيسبوك، والتويتر، واليوتيوب، والانستجرام، والتويتر،
احطهم كلهم مثلا تحت بعض كده، يعني مثلا صفحة الدكتور عمرو خالد مثلا، موقع رسمي الدكتور عمرو خالد، ناخد الرابط. نحط التايتل، وهنا الصفحة على الفيسبوك. دي صفحة الدكتور عمرو خالد على الفيسبوك اللي هي ديت. ودي صفحة الدكتور عمرو خالد على تويتر. ده مجرد مثال بس للتطبيق يعني، مش اكتر يعني. صفحة الدكتور عمرو خالد على الايه اليوتيوب. نقول له حفظ، نقول له معاينة كده، نجيب مثلا صفحة ال HTML، هنلاقي الصفحة ظهرت زي ما احنا صممناها. ممكن نعمل لها خلفية، وممكن نكتب مقالة افتتاحية ونحط صورة الدكتور عمرو خالد، وممكن نحط مثلا نبذة عنه، ممكن نحط زي ما احنا عايزين، أكنها مقالة عادية أو صفحة انترنت بنصممها زي ما احنا عايزين. هنا موقع الدكتور عمرو خالد، فتح الموقع اهوت معانا. هنعمل باك. هي فايدة الصفحة ديت انها صفحة مجمعة، بحيث ان انا اقدر احط فيها كل حاجة، مثلا تبقى في خانة واحدة يعني. ممكن صفحة الدكتور عمرو خالد على الفيسبوك، هو الظاهر في مشكلة في حكاية الفيسبوك، ما بيظهرش هنا، مش عارف ليه. هو بيقبل الروابط ال HTTP بس مش عارف الروابط اللي هي في اخرها HTTPS اللي هي اللي بتبقى سكيور، معرفش ما بيعرضهاش ليه. فالمهم صفحة الدكتور عمرو خالد على تويتر. برضو عشان HTTPS. طيب على اليوتيوب.
المهم الفكرة وضحت يعني، وممكن نحط حاجات زي ما احنا عايزين يعني. وهنا ممكن نختار الأيقونات، اللون اللي هو التكست والأيقونات نظبطها، والمنيو كده والأوباست بتاعها الشفافية، ورأس الصفحة نكتب عنوان التطبيق بتاعنا اللي هيظهر في الشاشة، والألوان، ومثلا نخلي يبقى العنوان تكست، ولا نخلي الهيدر ايمج، نخليه ايمج يعني صورة، ولا مفيش هيدر أصلا نخفيه يعني هيظهر. لو صورة بنحمل الصورة مثلا، بنحملها من على الإنترنت من على الجهاز. هما لغوا الخيار بتاع البحث عن الانترنت عن الصور، فانت ممكن تحملها من على الجهاز، بتشوف فايل وتشوف مكان الصورة يعني على الجهاز وكده، خليها زي ما هي. الخلفيات، ان انت ممكن تخلي فيه خلفية سواء صورة او تدرج لوني زي ما انت عايز للتطبيق بتاعك. وهنا بتختار الشاشة اللي هي السبلاش سكرين، اللي هي الشاشة الافتتاحية اللي بتظهر اول ما التطبيق بتاعك بيتفتح. ممكن تعمل شاشة ترحيبية يعني تتكلم ويلكم مثلا تو ماي ابلكيشن، او مرحبا بكم في التطبيق بتاعي، ان التطبيق بتاعي عن كذا، نبذة سريعة. بس بلاش سكرين اللي هي بتتفتح في اول ما التطبيق بتاعك بيشتغل يعني، حاجات بسيطة كلها يعني. بعد كده نضغط على التالي اللي هو الزرار اللي فوق دوت. هنا عودة، لو هنرجع التالي نضغط على التالي. هنا بيقول عنوان التطبيق بتاعك، العنوان اللي هيظهر على التليفون، والعنوان على شبكة الانترنت، العنوان اللي هيبقى الرابط بتاعه على الموقع يعني، ده العنوان اللي هيظهر على التليفون، وده العنوان اللي هيظهر على شبكة الانترنت. فأنا مثلا هخلي العنوان اللي هيظهر على الانترنت مثلا سمسم في بي، فيرست ابلكيشنز، وقول له سيف. اهم حاجة ان انا سيف اللي انا بعمله. بعد كده بقى بيديك حاجات كتير هنا، لازم تعمل اغلبها يعني. يعني بيقولك ال HTML5 انت اغلبها بتخليها زي ما هي، بس لو في حاجة عايزة تتعدل يعني، تختار مثلا الايقونة دي، الايقونة بتاعت الايه البرنامج، بتختار مثلا انت المكتبة المجانية، عندك مكتبة مجانية هنا مليانة صور، او بتحمل انت الصورة من على الجهاز بتاعك، صورة للتطبيق اللي هتظهر بيه على التليفون يعني. وهنا بتكتب وصف، الوصف ده مهم، يعني انت بتكتب وصف باللغة العربية واللغة الانجليزية عن التطبيق بتاعك، ده هيظهر على الموقع بتاع التحميل بتاع التطبيق ده، مهم ده لازم يتكتب يعني. ورسالة ترحيبية، تكتب رسالة ترحيبية لما واحد يفتح التطبيق بتاعك، بتظهر له رسالة يعني مثلا مرحبا بك في التطبيق، مثلا الموقع الرسمي للدكتور عمرو خالد مثلا، او ايا كان التطبيق اللي انت بتعمله يعني، وتكتب مثلا ويلكم تو ماي ابلكيشن كده يعني، وتحفظ. هو هنا مش هيكمل معاك لما تملى البيانات ديت، انا بس بشرحها بسرعة لان انا ما كنت بعمل البرنامج بتاعي مليتها كلها يعني. والتصنيف مثلا سوشيال نتورك بتخليه زي ما هو. معلومات الاتصال بتقول الاسم مثلا بتاعك، والبريد الالكتروني اللي هيبعتوا لك عليه مثلا لما تنشر التطبيق بس، وتعمل سيف وتعمل التالي. هنا ادانا الرسالة ديت لان انا ما كتبتش وصف للتطبيق، انتوا اللي هتملوا البيانات ديت ان شاء الله، هيعمل معاكم التالي يعني. وبس، ويبدأ بقى بعد ما يخلص الخطوة ديت ينشر التطبيق على الانترنت،
هيديكوا الرابط بتاعه زي ده كده مثلا. بيجيب لك في الاخر الشاشة اللي هي بتاعت لوحة التحكم، الداشبورد فيها التطبيقات اللي انت عملتها والرابط. يعني هنا مثلا التطبيق اللي انا عملته اللي هو سمسم في بي فور يوم عمرو خالد دوت، طلع منه نسختين، نسخة HTML5 وده الرابط بتاعها، والنسخة بتاعت التطبيق ذات نفسه الابليكيشن اللي هي صفحة الداونلود. لو فتحت مثلا الصفحة دي، دي الصفحة بتاعت الداونلود بتاع التطبيق اللي انا عملته على الانترنت. دي هنا تحملها، وهنا الديسكريبشن اللي انا كتبته بيظهر هنا اللي هو بالعربي وبالانجليزي، وهنا داونلود ابلكيشن. هنا لو عايز تعمل تستعرض الابلكيشن في نسخة HTML بدون ما تدونه، ممكن اعمله فيو. ده التطبيق بتاع اللي انا عملته اللي هي التويتر بتاع الدكتور عمرو خالد، الحساب بتاعه. والحساب بتاع اليوتيوب هو نفس التطبيق اللي انا لسه عامله من شوية، بس ده كنت عملته امبارح. يعني زي ما احنا شايفين ده الحساب بتاع اليوتيوب بتاع دكتور عمرو خالد، وده المواقع بتاعته اللي هو الموقع الرسمي. وده المنتدى، التطبيق ده لسه عامله امبارح يعني، ونشره على الموقع بتاع الاب ميكر. بس هو اهم حاجة بيديك لوحة التحكم ديت باسم التطبيق، ولو عايز تعدل في التطبيق اللي علامة الترس دي بتضغط عليها عشان تخش على التعديل، تعدل مثلا في البيانات او كده، او تحدث او حاجة، او تاخد احصائيات. وهنا نسخة ال HTML5 اللي بتستعرض التطبيق بتاعك على الانترنت، ودي لو عايز تدونه بيبقى الرابط شغال، لو الصورة شغالة بيبقى الرابط شغال. وهنا لو عايز تحذف التطبيق بتاعك، ودي تسجيل خروج من الموقع. كده انا سجلت خروج، انا الفيسبوك بتاعي لسه شغال مفتوح يعني. فلو عملت اب ميكر، وعملت لوجن، وفيسبوك هيخش على الحساب على طول يعني ان شاء الله. بس تمام، معلش طولت عليكم، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الدرس دوت. هو العملية بسيطة يعني ان شاء الله، بس محتاجة بس تجريب وتعود. كان معكم اخوكم سمسم في بي، اتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس دوت. متنسوش تدعوا لي بالهداة والتوفيق والصلاح، ولادكم النار. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.